ما تعودنا بنبدأ الأسبوع باللقاء الديني اللي فيه بنتعلم ونفهم أمور ديننا ونجاوب على كل التساؤلات الفقهية، والأهم إننا نكون لربنا أقرب. ربنا يتقبل منا جميعاً. إحنا هنا فريق من القلب القلب بناخد نية كل يوم إننا نكون عند حسن ظن مشاهدي من القلب القلب، وإن إحنا دايماً نقدم كل ما هو صالح ومفيد. وما زلنا مع نداءات الرحمن، وإزاي كل نداء بنتعلم الحكمة منه، إزاي النداء بيشمل المؤمنين في كل زمان ومكان، وبيشتمل على النصح والتوجيه والتعلم. في زمن الكورونا توقفنا كتير عند سلوكيات كنا نعتقدها أنها أمور عادية في حياتنا، لما في الغرب من سنين الشعوب الأوروبية تميزت بإنتاج أفخم العطور والروائح النفاذة بأغلى الأسعار، هي بتحاول تغطي على رائحة عدم النظافة. نجدها خلال أزمة الكورونا بتطالب الناس بالنظافة كشرط للوقاية من فيروس كورونا، بتطالبهم بغسل الأيدي والاستحمام وتطهير الملابس والحرص على تطهير الأسطح والمنازل. في نفس الوقت وقف الناس جميعاً والعلماء منبهرين بتعليم الدين الإسلامي اللي بيتحدث عن الطهارة والنظافة، ويكفي المؤمن إنه بيتوضى 5 مرات، بيتوضى ويتطهر للصلاة. يعني ده سلوك عادي، جزء من عبادتنا وثقافتنا العربية المسلمة، مش مستنين الكورونا هي اللي تعلمنا النظافة. إحنا ده سلوكنا اللي بنتعلم فيه إن التطهر وسيلة لمحبة الله تعالى. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الوضوء 5 مرات يومياً يعد وقاية من فيروس كورونا وكل الأمراض المعدية. الطهارة والنظافة، أو المصطلح الأعم الوضوء، ده أول مفتاح بيفتح بيه المؤمن باب الجنة، زي ما علمنا حبيبنا المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء.